كنت تعرف ان في نبي تزوج 100 امرأة في ليلة واحدة؟ سلام عليكم. اكتشفت ان في انبياء كتير احنا ما نعرفش عنهم حاجة، حتى اسامي الانبياء نفسها بالنسبة لي كانت غريبة، وفي معلومات كتير اكتشفت ان احنا كمسلمين ازاي ان احنا ما نعرفش الكلام ده. النهاردة اقول لكم على 6 انبياء. ال6 انبياء دول في حاجات انا اول مرة ان انا اسمع عنها، وده مش هيبقى حلقة واحدة بس، ان شاء الله هنعمل اجزاء. اول معلومة النهاردة انا اتفاجئت منها ان انا كنت اول مرة اعرف ان في نبي دفن وهو حي. مين هو النبي ده؟ النبي ده هو سيدنا شيث. سيدنا شيث هو احد ابناء سيدنا ادم عليه السلام، وهو اتولد بعد قتل هابيل ودفنه، وان ابليس وقوم سيدنا شيث اتفقوا عليه وقاموا بدفنه وهو حي عشان يتخلصوا منه. بيعملوا كده مع اي حد بيحاول ان هو يصلح في الارض. وهو من الانبياء اللي ما ذكروش في القران الكريم بس ليهم احاديث كتير ممكن نتكلم عنه في حلقه كامله بعد كده. رقم 2، كنت تعرف ان في نبي اسمه بشري؟ ايوه، هو نبي الله ذو الكفل، هو اسمه الحقيقي بشر ابن ايوب. هو طبعا ابن سيدنا ايوب عليه السلام، وكان اللقب بتاعه ذو الكفل. رقم 3، انت تعرف مين النبي اللي كلم ربنا؟ هي مش نادره قوي بس بالنسبه لناس كتير برضو ما تعرفهاش. سيدنا موسى يعتبر كليم الله. سيدنا موسى حظ بشرف عظيم، حكمه ربنا لوحده هو اللي اعلم بيها، ان هو كلم ربنا بدون وحي زي ما ربنا بيقول في كتابه العزيز: وكلم الله موسى تكليما. وقول الله تعالى ايضا: اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، صدق الله العظيم. نيجي رقم 4، نبي رزقه الله بولد وهو في سن كبير، وهو سيدنا زكريا عليه السلام. سيدنا زكريا بعد ما تقدم بيه العمر ومراته خلاص ما كانش ينفع تخلف، كان دايما يسال نفسه مين اللي هيورث حكمه ومين اللي هيحفظ امانته، وقرايبه كلهم كان نفوسهم شريره جدا وكانوا بينشروا في الارض الفساد. راح يتعبد وبعد كده سال ربنا: رب هب لي من لدنك ذريه طيبة انك سميع الدعاء. فربنا رد عليه قال له: يا زكريا، ان انا بشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله له من قبل سميا. وطبعا سيدنا زكريا خلف سيدنا يحيى. قدرة ربنا طبعا فوق كل شيء، انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. يجي الرقم 5، كنت تعرف ان في نبي مات وما دفنش؟ النبي ده هو سيدنا دانيال عليه السلام، نبي من انبياء بني اسرائيل. هو جه في الفترة اللي بعد زمن سيدنا داود عليه السلام، وبعد كده وقع في الاسر، وبعد كده تم نقله من القدس للعراق. حصل الغزو الفارسي واتدمرت المدينة. بعد كده عهد سيدنا عمر بن الخطاب مين وجدوا جثمان فأجمعوا عليه ان ده جثمان سيدنا دانيال عليه السلام، فعمر امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب بدفنه. سادس واخر حاجة معانا النهاردة في حلقة النهاردة، كنت تعرف ان في نبي تزوج 100 امرأة في ليلة واحدة؟ النبي ده هو سيدنا سليمان عليه السلام. وسبب الزواج ده ان سيدنا سليمان كان عايز ربنا يخلف عليه بالخلف الصالح ويخلف اكبر عدد ممكن من الفرسان عشان ينشروا الدعوة في الارض. ولكن ربنا ادى سيدنا سليمان ملك عظيم ومعجزات كتيرة جدا ولم ينعم عليه بالخلف. والدليل على ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة او 99، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فلن تحمل منهم إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. يعني سيدنا سليمان تزوج 100 امرأة في يوم واحد، كان على أمل إن هو يخلف من 100 امرأة 100 فارس، بس في نفس الوقت مفيش الله ده بس اللي حملت، وفي نفس الوقت الحمل ما اكتملش. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان لو كان سيدنا سليمان قدم المشيئة وقال كلمة ان شاء الله كان ربنا اداله 100 فارس كان بيجاهدوا في سبيل الله. ده الجزء الاول، ان شاء الله قريب هنعمل لكم الجزء الثاني. كنت معكم محمد نبيل، نشوفكم دايما في فيديو جديد. السلام عليكم.